للحديث أكثر عن استمرار الحراك الثوري في العراق رغم الانتهاكات المستمرة من قبل القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين علي عزيز. سيد علي، بداية أهلا بك. يعني في كل يوم تقدم ساحات شهداء ومصابين، ساحات ثورة تشرين على يد القوات الأمنية والميليشيات، يرتقي هؤلاء الشهداء والمصابون أيضا. باعتقادكم ما الهدف من الهجوم على الساحات اليوم؟ نعم، طبعا هو لا فرق بين القوات الأمنية والميليشيات، هم كلهم سواسية. اليوم احنا أطلقت علينا النار عصابات مسلحة، احنا سميناها ميليشيات، سميناها أتباع فلان وأتباع فلان ميليشيات، يعني مختصر عصابات حكومة المنطقة الخضراء. اليوم احنا هذه العصابات المجرمة القاتلة فتحت النار علينا واستخدمت الرصاص الحي وقتلت من عندنا شهيدين. لحد الآن احنا عندنا عدد الجرحى عدد كبير جدا فاق ال 30 جريح. المفارقة هذه المرة الذين يطلقون الرصاص علينا يحملون بنادقهم الآلية ويضربون وكأنما لا يوجد لا حسيب ولا رقيب نهائيا. والقوات الحكومية، قوات مكافحة الشغب، موجودة وهم اليوم يضربون بظل وجود مكافحة الشغب. فإذا هذه القوات هي قوات ليست مغطاة من الحكومة فقط، وإنما هذه القوات هي الأبن العاق لهذه الحكومة العاق. نعم سيد علي، هل من معلومات بشأن كيفية حصول هذا الهجوم، وهل توصلتم لمعلومات تفيد وتؤكد وتثبت لكم من الجهة التي تقف وراء إطلاق النار على المتظاهرين السلميين؟ الهجوم حدث من جهة ساحة الخلاني باتجاه ساحة التحرير. حدث الهجوم، فتحوا النار علينا من البنادق الكلاشينكوف، وبعدها تلاها مباشرة بالبنادق الكسرية بالصاجين ضربونا، فصار من هناك الهجوم من هذا المحور. أما الجهة هي الحكومة العراقية، هي حكومة المنطقة الخضراء. إحنا اليوم ما عندنا متهم أمامنا سوى حكومة المنطقة الخضراء. هذه الحكومة هي التي تمتلك الأحزاب، وهذه الأحزاب هي الأحزاب اللي تمتلك الميليشيات المسلحة، اللي تمتلك السلاح المنفلت، تمتلك القتلة المأجورين، تمتلك السفاحين. هؤلاء كلهم مملوكين إلى حكومة المنطقة الخضراء. هذه نقطة على السطر. اليوم اللي يجي يتبجح يقول أنا صرت مكلف وهو رئيس جهاز مخابرات على سلطة أمنية، اليوم تحدوه شخصيا بدون لثام وبدون غطاء للوجه، تحدوه إلى هذا التحدي إلك يا كاظمي. اسمع أنت يلي تقول أنا مكلف وأنا بالنسبة لي رئيس جهاز مخابرات، قتلوا العراقيين بوسط ساحة التحرير اليوم. وعيني عينك على قولة المثل العراقي، راوينا شهامتك ورجولتك وغيرتك، روح جيبهم وحاسبهم وحاكمهم لو كنت تتمتع بذرة من هذه الشهامة. سيد علي، يعني بحسب مراقبين فإنه من الملاحظ أنه كلما أراد شركاء العملية السياسية تمرير مرشح ما فإنه يتم الاعتداء على الساحات وبالتالي سقوط شهداء وجرحى. السؤال هنا، هل ستثنيكم مثل هذه الاعتداءات المتكررة عن مواصلة مشواركم الثوري؟ اليوم إذا عينوا الكاظمي وثبتوه، أو خلينا نرجع سابقا مثلا عدنان الزرفي أو محمد توفيق، صدقني سيدي ما كان راح يتغير شيء نهائيا أبدا. إحنا عندك عادل عبد المهدي أكبر نموذج وأكبر دليل على الإنسان اللي استطعنا إحنا أنه نجعله يتقهقر ويعلن استقالته. يعني عادل عبد المهدي هو كان صاير إلى سنة وكان بدرجة أصيل بموقع رئيس الحكومة العراقية. فإحنا اليوم ما يهمنا إن جابوا الكاظمي أو جابوا عدنان أو جابوا أو مرروا هاي التشكيلة، إحنا اليوم ضدهم كلهم. يعني قاطبة هذه العملية كلها عملية عرجاء، هذه العملية التي اليوم دمرت العراق وأنهت هذا البلد العظيم. يعني اليوم إحنا مصطفى الكاظمي شنو فرق عن عدنان الزرفي؟ ولا عدنان الزرفي مثلا شنو راح يختلف على محمد توفيق؟ إحنا ننظر لهم بنفس العين. نعم سيد علي، أنتم كثوار موجودين في مختلف الميادين، هل من رد فعل معين على مستواكم ستقومون به، لا سيما وأن حكومة مصطفى الكاظمي كما يشاع ستعلن بعد أيام؟ احنا التسريبات اللي واصلة انه ناويين يعقدون جلسة، هم جلسة برلمانية احتمال غدا او بعد غد، لتمرير هذا الرجل وهذا الشخص. احنا بعد ما تاكدنا من مدى رجولته، خلي يكشف لنا اليوم القاتل منه هذا اللي يضرب هذا الانسان. اليوم احنا بالنسبه ان تم تكليفه وتثبيته فاحنا باقين بمظاهراتنا، وحتى ان لم يتم تثبيته
احنا باقين بمظاهراتنا، احنا وعدنا بعد الانتهاء من فيروس كورونا واجراءات الحظر احنا وعدنا بمليونيه الخلاص، هذه مليونيه الخلاص الهاشتاج اللي رفعناه يعرفون ويعون معناها هم جيدا، مليونيه ما بعد الحظر ومليونيه الخلاص قريبا، هذه المليونيه احنا ما نتنازل عنها. اليوم الشعب العراقي عرف هذه الحكومه شلون تمادف بالدم العراقي، اخر شيء اللي وصلت الى الحكومه انه شخص بدون لثام يضربنا ويقتلنا بوضح النهار ويستخدم السلاح وقتل شخصين وجرح اكثر من 30 شخص، واحنا هنا من 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 هذا المنبر قناتكم اليوم الناشد كل عراقي اصيل وشريف وغيرته على بلده، اينما ثقف بهذا القاتل المجرم اللعين السفاح، هذا ابن الحزب ابن الاحزاب ابن الميليشيات ابن القتله والمجرمين، ان يمسكه وياخذ بثأر هؤلاء الابطال الذين سقطوا شهداء بساحة التحرير هذا اليوم. سيد علي، دم الشهداء الأبطال برقبة هذا المجرم السفاح وحكومة المنطقة الخضراء من خلفه. سيد علي، الملاحظ من المقاطع التي تصور وتنشر تعاطف المدنيين من العموم في الشعب العراقي مع من يرتقي من الشهداء والجرحى في مختلف الميادين، كيف تقرؤون هذا التعاطف الشعبي وما هي رسالتكم إلى عموم العراقيين في ظل تواصل المد الثوري في اكثر من ساحه؟ طبعا هذا التعاطف اليوم احنا ما بين الشعب العراقي، الثوار من والشعب من؟ اليوم الثائر هو الشعب العراقي الحقيقي، اليوم انت لو تجي تريد يعني تنظر برؤيه على هذا الشعب العراقي فانت تروح تتوجه تنظر الى ساحه التحرير، الى ساحه الحبوبي، تنظر الى سوح الانتفاضه بالفرات الاوسط وبالجنوب وبالبصره وميسان، هذا هو الشعب العراقي، لا يغروكم ولا يخلوكم انه تعيشون بوهم بانه يعني طبعا هذا الحديث موجه الى العالم الخارجي خلينا نقول ان هذه الحكومه اللي حكمت العراق الحكومات المتعاقبه المتتاليه على مدى 17 سنه هي تعكس الوجه الحقيقي للشعب العراقي، ولا هذا البرلمان الفاشل الفاسد برلمان المحاصصه برلمان السرقات، يعني يا اخي احنا سمعنا كل انواع التجاره حتى تجار الكورونا، سمعنا اخر شيء تجار الكورونا، بس حتى سمعت تجار برلمانيين، تاجر اليوم يتاجر ببرلمانيين السلعه اللي يبيع ويشتري بها هو برلماني. يعني اكو هيك شيء سمعنا هيك شيء على مدى التاريخ كله؟ نعم هذا موجود بهذا البلد العراق اللي سلبوا من العراق كل شيء، لم يبقوا على حاله حال سوى اسمهم. في سؤالي الأخير إليك سيد علي عزيز وأنت عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، يعني أكدتم على العودة للتظاهرات بزخم أوسع بعد انفراج أزمة جائحة كورونا، كيف تتخيلون شكل الموجة القادمة من ثورة تشرين؟ طبعا الثورة هي موجودة، احنا تحولنا من ناس منتفضين إلى ناس معتصمين، هذا الفرق، المنتفض الثائر الان تحول الى معتصم داخل الخيام، احنا اليوم لما خرجنا بثوره والنادي بثوره، ليش هاي الثوره؟ للمجتمع العراقي للشعب العراقي، فطيب انا اليوم كيف اطلع وكيف اتظاهر وكيف اساهم بشكل او باخر بان انشر هذا الفيروس الخطير وعلى ابناء مجتمعي، فلذلك انا خوفا وتجسيدا لاروع معاني الثوره والانتفاضه اللي ما اتصور اي ثوره وانتفاضه بالعالم جسدت هذه المعاني النزيهه والكريمه مثل اللي احنا جسدناها بالتزامنا بالحظر نتيجه لمنع تفشي الفيروس، احنا موجودين تحولنا الى معتصمين، احنا نخاف على ابناء شعبنا ولذلك احنا شكرا. السيد علي عزيز عضو اللجنه المنظمه لتظاهرات ثوره تشرين كنت معنا من بغداد عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.